اهلا بيكم في قراءة اختر كارت. هنعمل دلوقتي ان شاء الله اختر كارت تحليل شامل وعميق عن علاقتك مع اي شخص انت هتضع النية عليه. هنشوف هو بيشوفك ازاي، واذا كان هو شخص صادق ولا متلاعب، ايه الخطوة القادمة ما بينكم، ازاي ان انت تنجح العلاقة دي، ومصير العلاقة ما بينكم هيكون ايه. فاحنا معانا مجموعتين، اول مجموعة مجموعة الحجر الأزرق أو الكروت دي، وتاني مجموعة الحجر العسلي أو الكروت دي. في حروف برضو هتلاقوها في أول تعليق مع التوقيت، اختاروا بالطريقة اللي تعجبكم مجموعة لشخص معين في دماغكم أو أكتر من مجموعة لأكتر من شخص. هسيب لكم وقت للاختيار ونبدأ على طول إن شاء الله. اوكي، هنبدأ بأول مجموعة، الناس اللي اختارت الحجر الأزرق واختارت الكروت دي والأحرف اللي في أول تعليق. إن شاء الله خير، خلينا نشوف. اوكي، الطاقة بتاعتك انت حاسس ان انت مزنوق مع الشخص ده ومش عارف ان انت تمشي للامام، او حاسس يعني ان علاقتكم دي واقفة ما بتتحركش، يعني انه انت بتحس بمشاعر قوية ما بينك وما بينه، لكن حاسس ان علاقتكم دي واقفة مكانها، ما بتاخدش اي خطوة لقدام، وانه دايما فيها تأجيل. على فكرة الشعور ده يعني جاي لانه التأخير ده من طرفك انت مش من طرفه هو، يعني ممكن تكون انت اللي بتأجل فكرة الارتباط او مش متحمس ان انت تمشي العلاقة دي بسرعة، مش هو، الا اذا كانت القراءة بقى عكسية. لكن ده اللي ظاهر في الكروت، انه انت شايفها علاقة مناسبة وشايف ده شخص مناسب، لكن في نفس الوقت انت مش عايز تمشي العلاقة دي بسرعة، كأنه أنت عندك تروما من الماضي أو مريت بعلاقات فاشلة كتير في السابق أفقدتك الثقة في كل العلاقات، فبالتالي أنت ما بقتش تدخل في علاقات بسرعة وتخليها تمشي بسرعة زي زمان. فأنت حابب أنك يعني تفضل شوية كده، أو يعني العلاقة دي تاخد شوية وقت، والشخص ده برضو شايفك بنفس الطريقة، هو عارف قد إيه أنت بتحبه وقد ايه انت عندك شغف ان انتوا تنجحوا العلاقة دي، لكن في نفس الوقت شايفك ان انت ما بتاخدش خطوة فعلية ان علاقتكم دي تتحرك فعلا. انت عندك اهو تروما من الماضي وحصل لك مشاكل كتير في السابق مع اشخاص كتير، ويمكن يعني انت اتسبت كتير مثلا، خليني الأول أشوف شريكك ده يعني إيه حقيقة مشاعره تجاهك، يعني هل هو فعلا بيحبك بصدق، لأن أنت معلق العلاقة وهو ما عندوش مشكلة، يعني هو مستني معاك و يعني عايز يفهم. ممكن لبعضكم تكون أنت قايل له يعني إن أنت بتتألم من علاقة في السابق. بصراحة هو بيحبك، بس هو يعني حاسس ان انت ما بتحبوش، هو شايفك عندك شغف تجاه العلاقة دي، لكن حاسس ان انت اخترته لان انت محتاجه مثلا، او لان انت شايفه شخص مناسب. هو شايف ان انت ما بتحبوش، ودي حاجة مزعلة قوي، يعني هو بيحبك مهتم بيك وشايف ان انت عندك شغف، ممكن يكون شايفك منجذب له، شايفه شخص مناسب، لكن هو شايف ان انت ما بتحبوش، يعني دي وجهة نظره، شايف ان انت ما بتحبوش. انت ممكن تكون كده فعلا على فكرة، شايف ان انت ما بتحبوش، فعلشان كده هو يمكن بطل يعترف لك بالحب
او يمكن واخد جنب منك دلوقتي، يعني لانه شايف يمكن ان انت شغفك بطل او قل شوية تجاه العلاقة دي، فهو واخد خطوة لورا. ما بشوفوش بصراحة شخص متلاعب، يعني هو بيراقبك من بعيد ومهتم بيك ومهتم لأمرك وبيحاول يعرف أخبارك من بعيد في صمت. يعني بيحاول يعرف أخبارك من بعيد في صمت. هو فعلا يعني ابتدى يقفل على مشاعره شوية، ابتدى ان هو ياخد خطوة لورا ويفكر في الموضوع بشكل عقلاني ومكتفي بالتواصل الروحاني اللي ما بينكم، عايز يصلح الموقف معاك وبيراقبك من بعيد. فهو مش شخص متلاعب خالص يعني، ومفيش حد تاني في حياته على فكرة. هو قافل عليك انت ومتواصل معاك انت، مفيش حد تاني في حياته على فكرة يعني. هو عايز يصلح الموقف معاك، لو كان في اي خلاف ما بينكم ينهي ويكون في مصالحة ما بينكم، لو انتم ما بتتكلموش يعني، او يشوف ايه سوء الفهم اللي ما بينكم. ممكن يكون انتوا كل واحد برأي مثلا ومش عارفين توصلوا لحل وسط، او مش عارفين توصلوا لنقطة مشتركة تتفقوا عليها انتوا الاتنين، فهو عايز يعمل كده لان غالبا هي دي المشكلة اللي ما بينكم يعني. فانا بشوف انه هيكون في حل ما بينكم، لكن غالبا الحل ده عشان يحصل محتاج تدخل طرف ثالث، حد من اصدقائكم، حد من الاهل. لو ما فيش طرف ثالث، فالشخص ده غالبا عايز مثلا يجي لك يقول لك تعال نعمل عمل مشترك مع بعض، او يجي لك شغلك، او يقول لك ان هو محتاج حاجة تخص الشغل، يعني هيجيبها بالشكل ده علشان يحسن علاقته بيك. يعني انتوا بتحبوا بعض جدا، والاغلبكم ممكن تكون دي ممكن تكون كارميك سول ميت لبعضكم. فانا بشوف ان العلاقة برضو مكملة اون اوف شوية، بس انت اللي محتاج تعمل شفاء بطاقتك دي، انت اللي محتاج تعمل شفاء مش هو. الشخص ده متوازن وعامل شفاء وكل حاجة، شخص متوازن جدا وعايز يخليك متوازن انت كمان، لكن انت اللي محتاج تعمل شفاء على فكرة مش هو. فحاول تفكر بشكل اكثر حكمة وتعمل مديتيشن وتشوف ايه الاشياء اللي انت محتاج تعمل لها شفاء، وازاي ان انت تطور من شخصيتك يعني وتكون متوازن زيه. خليني طيب اخد لك نصيحة من الملائكة. إذا كنت تؤمن انسى الماضي. انت عندك تروما من الماضي ومشاكل من الماضي مش قادر ان انت تنساها، محتاج انك تتجاوزها وتعمل شفاء منها وتتخلص من كل افكارك السلبية دي. فحاول انك تجدد طاقتك، تنسى الماضي، تكمل للأمام، ما تفكرش في الأشياء السلبية كتير، ولا تفكر في الخوف من الارتباط. ممكن تكون برضو يعني لبعضكم ممكن تحتاج مساعدة مختص، لو انت مش هتعرف تعمل ده لوحدك فحاول انك تلجأ لحد مختص يساعدك في انك تتجاوز المرحلة دي. يعني احنا معانا هنا برج الجدي، برج الثور والحمل، الجوزاء، القوس، الميزان والعقرب، الحوت، الدلو، القوس تاني، الحوت كمان مرة، وكل الطاقات موجودة. دي كانت قراءتكم المجموعة الأولى. الناس اللي اختارت الحجر الأزرق واختارت الكروت دي والأحرف اللي في أول تعليق، أتمنى تدعموني بلايك وشير لو كانت القراءة دي عجبتكم، واكتبولي رأيكم في التعليقات. بشكركم طبعا كلكم لو ما كنتوش هتتفرجوا معانا
على مجموعة أخرى. نروح بعد كده للاختيار الثاني، الناس اللي اختارت الحجر العسلي واختارت الكروت دي والأحرف اللي في أول تعليق. خلينا نشوف إن شاء الله خير. أوكي بسم الله. طاقتك انت زفول البداية الجديدة. انا لما جيت اعمل القراءة دي انا كنت ناويها انه هي للمرتبطين بس، ما كنتش ناوي اقرأ انه في انفصال يعني، بس كل الكروت هنا بتقول ان انتوا منفصلين وان انتوا ما بتتكلموش، ان انت دلوقتي بدأت تموفون وتمشي للامام وتفتح صفحة جديدة مع نفسك وتبدأ من اول وجديد. اعتقد قلة قليلة منكم اللي ممكن يكونوا بيفكروا ان هم يبدأوا مع نفس الشخص، اغلبكم عاوز يعمل بدايات جديدة في حياته ويمشي للامام مع اشخاص جدد، او حتى ما يدخلش في اي علاقات خالص ويكون حر نفسه ويكون بلا قيود وبلا ارتباط يعني ويمشي للامام. ده لاغلبكم. في برضو هنا طاقة سحر جديدة من قبل الشخص ده، ممكن تكون هي سبب في ان انتوا تنفصلوا، يعني الشخص ده هو اللي مسحور وبسبب السحر اللي معمول له انتوا انفصلتوا. بس ايا إن كان يعني بشوف ان انت خلاص ما بقاش فارق معاك واللي يحصل يحصل، انت مشيت للامام يعني ومش فارق معاك ومش مستني. هو بيشوفك ازاي؟ هو بيشوفك ان انت شخص واضح قوي وصريح وصارم. ممكن تكون انت شخص ناجح او ليك مكانة كبيرة في العمل بتاعك يعني، او في حياتك الاجتماعية ممكن تكون شخص معروف، شخص ناجح، شايف ان انت شخص صارم قوي وصريح جدا، اللي في قلبك على لسانك، ما بتقولش كلام بمعنيين، اللي انت عايزه بتقوله حتى لو كان هيجرح اللي قصادك، لكن طالما هو ده الحق انت بتقوله، شايفك شخص حقاني وصريح حتى لو كانت صراحتك دي هتتسبب لك في خسائر شخصية، حتى انت بتكون صريح، ما بتحبش التزييف ولا اللف والدوران ولا كل الكلام ده، فشايفك شخص صارم، شخص صريح، ولما بتقول كلمة ما بترجعش فيها يعني. هو حاليا مفتقدك، يمكن انت في الماضي كنت انت اللي مفتقده وهو لا يبالي، دلوقتي الطاقة اتعكست، بقت انت اللي لا تبالي وما بقتش منتظره وما بقاش يعني هو فارق معاك. دلوقتي هو يعني بيقول فين ايامك، فمحتاج لك جدا كمان، مش بس فكرة ان هو مفتقدك طاقيا او مفتقد وجودك في حياته، ممكن كمان يكون محتاج لك يعني، محتاج مساعدتك في شيء، سواء استشارة محتاجها منك او حتى مساعدة مادية او حتى فكرة ان انت تكون موجود في حياته. هو محتاج لك جدا ومفتقدك وبشدة. يمكن الشخص ده بيغيب وبيرجع، انت كنت بتحس بعدم الاستقرار معاه في العلاقة وعلاقتكم كانت غير مستقرة يعني، ما كانتش على وتيرة واحدة، وكنت بتحس دايما ان علاقتكم دي ناقصها شيء، وكنت حاسس بعدم الامان. يمكن كان احساسك ان الشخص ده ممكن يمشي اي وقت، انت ما كنتش بتحس بالامان معاه في الماضي يعني. شفت ده بيحلم بيك وبيفكر فيك طول الليل، ده ما بيعرفش ينام من التفكير فيك. هو الشخص ده مش بالظبط متلاعب، لكن في حاجات كتير هو بيخفيها عنك ومش قايلك عليها تخص أسرته أو حياته الشخصية، وبسبب الأشياء دي يمكن هو بيختفي
او انت ما بتبقاش عارف عنه حاجة وبيغيب وبيرجع ما بيقولكش ليه، بس ده لأسباب عائلية وشخصية انت ما تعرفش عنها حاجة. لكن مش قصة بالظبط ان هو متلاعب، يعني هو بس في جانب مظلم في شخصيته وما بيحبش يشارك كل شيء عن حياته الشخصية. يعني ما فيش حد تاني في حياته، لا ما فيش حد تاني في حياته. هو الشخص ده عايز فرصة تانية معاك، عاوز يقرب منك وعاوز بداية جديدة ومفتقد طاقتك، بس هو حاسس ان انت هترفضه، عنده خوف من الرفض. كمان اعتقد انه لو ده زواج يعني يمكن والدة هذا الشخص سبب في الخلاف اللي ما بينكم والزعل اللي ما بينكم ده. كمان طاقة السحر ما زالت موجودة. لكن على كل شيء، على كل حال، هو بيفكر فيك مفتقدك جدا، هو بس عنيد شوية، بيسمع لوالدته شوية، وطاقة السحر مأثرة. لكن على كل حال هو مفتقدك وبيرغب بالبداية الجديدة معاك. بصراحة أنا ما بشوفوش هياخد الخطوة دي، هي فقط مجرد رغبة عنده، لكن مش هياخد الخطوة دي دلوقتي. في فرصة كبيرة جدا للزواج ما بينكم مستقبلا، لكن علشان العلاقة دي تتحسن ممكن تكون محتاجة بس بعض الوقت بسبب والدة الشخص ده. فأنا بشوف إن هو هيقدر يقنعها، لكن الموضوع ده محتاج وقت، يمكن 10 شهور أو حاجة. ففي فرصة كبيرة للزواج ما بينكم، لكن بعد فترة مش دلوقتي. فنصيحتك دلوقتي ان انت تكتفي بس بالتواصل الروحاني ما بينكم، خليك صريح زي ما انت، اهتم بشكلك الخارجي واهتم بنجاحاتك وخليها فقط تواصل روحاني. حابب حتى تقطع التواصل الروحاني زي ما انت بتعمل، اعمل كده وركز انت على نجاحاتك ومضيك للأمام يعني، وسيبه بقى يشوف هو عايز ايه براحته، دي مش مشكلتك يعني. انت كنت واضح وصريح من البداية ولحد آخر لحظة، فاهتم انت بنفسك وبنجاحاتك ووقف ان انت تنتظر، وانت بالفعل بتحاول تعمل كده وده شيء انا احييك عليه يعني. خلينا برضو ناخد نصيحة من الملائكة. اجزم الموقف، وانت بالفعل اجزمته من البداية، فخليك على موقفك، اثبت عليه. يس، في فرصة ما بينكم لو انت امنت بكده يعني، ده اللي واضح هنا. احنا معانا هنا برج الدلو والقوس والجدي والميزان. الدلو متكرر معانا اكتر من مرة، هو والقوس والميزان. دول اكتر ابراج على فكرة موجودة هنا. في برضو برج العقرب وبرج الثور والجوزاء والحمل والقوس تاني، وطبعا كل الطاقات موجودة. فدي كانت قراءتكم المجموعة التانية، الناس اللي اختارت الحجر العسلي واختارت الكروت دي والاحرف اللي في اول تعليق. اتمنى تدعموني بلايك وشير لو كانت القراءة دي عجبتكم، واكتبولي رأيكم في التعليقات. بشكركم طبعا كلكم وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.